بس هل بقى حضرتك اللي اقنعت فعلا زي ما بيتقال مورسن كولر بان هو يتواجد في الاهلي؟ انا ما اي حد يتمنى يبقى موجود في النادي اكيد، بس انت اللي تفاوضت معاه قلت له برضه تفاوضيه. بص اقول لك حاجه، خلينا انا الحمد لله رب العالمين، يمكن ربنا سبحانه الماني مثلا زيه، ربنا سبحانه وتعالى مديني علاقات كويسه بره، وبالتالي فمطلع شويه. يعني انا عايز اقول لك ان مارسيل كولر يعني اتعرض عليا في وقت من الاوقات من حوالي سنه او سنتين على اساس ان هو يدرب منتخب مصر. يعني اللي عرضوا عليا من خلال واحد صديقي قوي وصديقه قوي، على اساس ان في وقت من الاوقات كان بنفكر ان احنا نغير قبل فيتوريا، نفكر ان احنا نغير بعد كيروش بالظبط كده. لكن انا الحقيقه ما رضيتش اتدخل، انا ما بحبش اتدخل غير في حاجه خاصه بالنادي الاهلي. وبالتالي لما كان المتاح ان يبقى في عندنا مدرب وكابتن خطيب، الحقيقه من وانا من قبل ما بقى في مجلس اداره كان دايما لما بقى في اي حاجه خاصه بعلاقات دوليه كان دايما بيقول، وانا قريب قوي يعني محمود، كابتن محمود بالنسبه لي اخ اكبر غير انه رئيس النادي، فدايما بيبقى في بيني وبينه كده. يستغل حضرتك ككادر من كوادر الاهلي اللي بيكون في الفيفا، فبيقول لي مثلا ابتدي شوف. فانا اما بعرض عليه ما بعرضش عليه الا لما اكون انا عامل كمان سكريننج. فانا ليا ناس كتير قوي حبايبي في النمسا من خلال برضو علاقاتي من الاتحاد الدولي، فالحقيقه الناس شكروا في هذا الشخص، يعني قال لك الراجل ده ما فيش زيه. وبالتالي لما عرضته على كابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط وكابتن محمود مينلي يعني، قال لي ابتدي نتكلم معاه. والحمد لله رب العالمين، انا بعتبر ان ده يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقنا فيه وكرمنا بيه، وربنا يا رب يكرمه، لان متهيألي المرحلة الصغيرة اللي قعد فيها مع الانجازات اللي عملها مع طريقة ادارته لكرة القدم في الفريق الاول داخل النادي، مع طريقه ال حته السيركيليشن وانك انت بالتدوير علاقته باللعيبه، قد ايه راجل هادي وقد ايه راجل، انا شايف ان ده مشروع واتمنى انه يبقى مشروع. مشروع ده من ضمن النقط احنا عايزين نتكلم فيها، اتمنى انه هل هتحط له عقد طويل الامد ممكن نشوفها؟ بص تيم ارجع اقول برضه مش بتاعتي، لكن انا كرجل بحب النادي الاهلي سيبقى ان انا مسؤول، اتمنى ان يبقى هو ده مشروع للنادي الاهلي في الفترة القادمة يعني.